بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا مباراة الغد مباراة بين أشقاء، زي ما قلت قبل كده، فريق الأهلي وفريق النجم الساحلي. وأعتقد كل اللي حوالين المباراة بيأكد إن هي هتكون مباراة مثيرة طبعا، لأنها وصلت لدور مهم جدا، السيمي فاينال، وبين ناديين كبار. أكيد الفريقين هيسعوا للوصول للدور اللي بعد كده، فزي ما انا اتمنى بقول ان المباراه ديت بتبقى مثيره وبتبقى مهمه، وبالذات المباراه الاولى برضو بتبقى مهمه جدا في تخطيط الفريق اللي هيتاهل. هو شوط، لان هيبقى في شوطين بكره، شوط هيبقى في سوسه هنا، وهيبقى لسه في شوط تاني في مصر ان شاء الله. لكن المباراه هتكون بالطبع والتاكيد مهمه جدا للفريقين، واعتقد من النواحي الفنيه يعني كل واحد بيستعد بكل الاحتمالات طبعا، والفريقين معروفين لبعض بشكل كبير، لكن الاداء في الملعب والتفكير في المباراه وتقسيم المباراه مهم جدا. ده طبعا بالاضافه للحاجه الاكيده والثابته عندي والتوفيق بتاع ربنا هنا. وتحت امركم في اي اسئله بقى تفضل. استاذ ناصر، كابتن حسن، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. طبعا المعسكر، الاختيار على هذا المعسكر الطويل، يعني ربما هلا كان كذلك او لا، يعني ربما البحث عن اراحه اللاعبين من ثلاث سفرات او صفقتين عوده القاهره ثم مجيء الى تونس، لكن ايضا اللاعبين احيانا يصابون بالملل في مثل هذه المعسكرات الطويله، خاصه انه بعد نشوه الترشح، وكان ربما كان بدهم انهم يرجعوا مصر، يعني التعامل مع يعني الشيء وضده في مثل هذه المعسكرات صعب. أكيد طبعا، لكن أنت بتحسب كل الحسابات، وأنت في البداية بتقول راحة اللاعبين والبعد عن يعني أنك هتبقى في سفرية تانية والتحضير لسفرية تانية في خلال فترة قصيرة جدا. لكن أنا بأكد طبعا أن أهمية المباراة والانتقال كمان من مدينة لمدينة، وأهمية المباراة، هو ده الشغل الشاغل بالنسبة لنا كلنا احنا واللاعبين، وبنتاكد بالكلام دوت، لان هناك عوامل نفسيه طبعا بجانب العوامل الفنيه والكلام في الموضوع دوت. وبنتاكد ان اللعيبه كل تفكيرها في مباراه الغد ان شاء الله، وده ان شاء الله يعني هينعكس عليهم بشكل. انا متاكد ان الراحه اللي احنا عملناها افيد بكتير، ان انت لو كنت رجعت مصر، لان في تركيز. مباراة الترجي زي ما قلت لك فريق كبير، وكان نصر مهم في مشوارنا، كنا عاوزين نبعد عن حتة برضه، مش احتفالات، لأن احنا لسه ما عملناش حاجة، والمباراة مهمة وخطوة مهمة، لكن لسه ما عملناش حاجة، فكنا عاوزين نركز في الخطوة اللي بعد كده، هو ده السبب الرئيسي يعني. أحمد الشيخ اتأكد غيابه طبعا، لسه عاشور بنشوف النهاردة بشكل نهائي، لكن وارد ان هو يبقى موجود، وارد ان هو ما يبقاش موجود، يعني هم دول الحالتين اللي عندنا. اتفضل. اهلا بيك، اهلا بيك. التحضير اللي تصور التحضير ده اكثر منه فن في مباراه النادي، خاصه كنت حدثت على العام الجمهور خصوصا، وخاصه كان عندك سته لاعبين مهمين في المباراه الثانيه، كيفاش تم التحضير الذهني للاعبين؟ يعني هو التفكير والتحضير الذهني لابد يكون في كل مباراة، حتى بغض النظر انت عندك انذارات ما عندكش انذارات، لابد يبقى في تركيز في المباراة نفسها. والحمد لله يعني برضو بيبقى بالعكس عندنا بدائل، يعني بيبقى عندنا بدائل، والتفكير في المباراة كله من جميع النواحي، زي ما انت قلت. انا عارف ان جمهورنا جمهور مميز، وجمهور بيدي فرقته حماس، وفي نفس الوقت لعيبه النادي الاهلي متعوده، زي ما انت عارف وشفت الماتش اللي فات، لو قارنت عدد جماهير الترجي بجماهير النادي الاهلي، يعني مش هي دي جماهيرنا اللي بتبقى موجوده، مش هي دي جماهيرنا طبعا، اذا كانوا 200، لكن اعتقد صوتهم كان جامد جدا، كان بيحاول يضاهي جماهير الترجي الكبيره اللي كانت موجوده. لكن اكيد خبرات لعيبه النادي الاهلي بيبقى في فصل في الحته دي بشكل كبير جدا. وزي ما انا قلت، هي المباراه شوطين مهمين جدا، في شوط بكره ان شاء الله، وان شاء الله عندنا شوط تاني ان شاء الله هيبقى فاصل وحاسم ان شاء الله. اتفضل. كره
اهلا بك. اهلا بك. السؤال الاول، هل نظهر تشابه يعني تكتيكي في اداء الاهلي بين مباراه الترجي ومباراه النجم باعتبار نجاحك والتوفيق في مباراه الترجي؟ هل نظهر نفس السيناريو؟ والسؤال الثاني، الفوارق ربما تبدو ما بين الترجي والنجم على مستوى الاقتصاد الفنيه، هل هناك فوارق او هناك يعني اختلافات؟ سؤالين صعبين قوي، ممكن نجاوب عليهم بعد الماتش. لا يعني، لا يعني اكيد انت بتسال يعني المسؤول الفني على المباراه بكره، اكيد انا مش هقول لك انا هلعب ازاي ولا التكتيك بتاعي هيبقى مشابه ولا مش مشابه، يعني استحاله هقول لك. لكن لو اتكلمنا على الترجي واتكلمنا على النجم، الاثنين فريقين كبار، الاثنين عندهم ايجابيات كتيره في الملعب وبرضه عندهم سلبيات. مع احترامي انا يمكن الكلام ده قلته في مباراه الترجي قبل حتى ما العب المباراه الاولى في القاهره، قلت الترجي عنده ايجابيات وعنده سلبيات وانا احاول استغل السلبيات دي واحترم الايجابيات بشكل كبير. نفس الكلام، النجم عنده ايجابيات هحترمها بشكل كبير جدا وعنده سلبيات برضه ان شاء الله هستخدمها بشكل كويس ان شاء الله. تفضل. لما يسقط الاهلي ينتزع على النجم في الوسط العام اللي فات تاثر شويه. هلا دي انا عارف اللي فاز قبل كده، فالاخر السؤال ايه؟ لما ياثر عليكم شويه العام ده حافز لينا، حافز لينا ان شاء الله يعني. اكيد حافز لينا بالفعل، النجم فريق كبير وفعلا ما فزناش عليه هنا. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان بجانب ان احنا نعمل نتيجه كويسه ان شاء الله نقدر نفوز عليه هنا ان شاء الله، يعني في حساباتنا وفي تاهيلي للعيبه كمان يعني بالفعل زي ما انت قلت يعني. فان شاء الله باذن الله هنحاول بكره ان شاء الله، وتوفيق ربنا يكون معانا باذن الله. استاذ خالد، استاذ خالد اتفق معاك في المعسكر بالفعل، خد وقت وجينا في تونس وده اعطى شيء من الاريحيه للاعبين. وحضرتك من اجل اتباع خطه وميليون الاهلي قبل المفاضله المهمه القادمه امام النادي المسرحي بغياب احمد الشيخ، عندك بدائل كثيره كابتن حسين قادره على انتزاع النصر ان شاء الله للنادي الاهلي في لقاء الغد ان شاء الله، وده كلنا ثقه في النادي الاهلي وحضرتك في خلال المباراه وتحقيق اول فوز للاهلي على النادي المسرحي هنا في ملعب جون بخصوص باذن الله. والله زي ما انت قلت في بدايات طبعا، ويمكن احمد ما شاركش في المباراه الثانيه، شارك في المباراه الاولى ما شاركش وما كانش موجود في هيكل الفريق خالص في المباراه الثانيه، لكن بالفعل كان بيتمرن بشكل كويس، لكن هو يعني اشتكى من ظهره فهو خارج الفرقه، وعندنا البدايه ان شاء الله، وان شاء الله نوفق باذن الله في اختيار افضل عناصر بكره ان شاء الله تخدم هدفنا في المباراه باذن الله. كابتن صعب برشا على الظروف الامنيه، فما توصيات من الداخليه التونسيه للتحديث معناه في برشا مواقع مصريه، الداخليه التونسيه حذرت من عدم مغادره بعض الاهلي الا ما تكون فما كازا زاده امنيه، التحديث هذا كبر برشا في المواقع المصريه، سمعناه نوعا ما باش تحول المباراه كانها بين قوسين حرب، وكان نعرف منكم معناه لاي تصحيح ولا الحكايه دي. لا طبعا يعني احنا زي ما انا قلت بنعتز بتونس وبنعتز باخوه اشقاء، وفعلا الكلام ده انا قلته قبل كده واقول ان احنا بنحس ان احنا في بلادنا الثاني، وانا على المستوى الخاص والشخصي بحب تونس جدا. يمكن انا بتكلم بمنطقيه وواقعيه شويه، في بتبقى يعني عصبيه شويه ودي في كره القدم موجوده ومسموح بيها بمساحه معينه يعني، وحصلت معايا في المباراه اللي فاتت وكنت متقبل الكلام ده جدا وما تطرقتش للكلام دوت، بل بالعكس يعني في ناس قالت لي ان انا اتنفست وكان لا انا تعرضت ل يعني ازايز الميه وانا داخل قدامي كذا ازازه، اتعرضت لهجوم في يعني في 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 وانا داخل في الممر في اخر، لكن انا بحترم، انا عارف ان دي عصبيه مباراه لا خلاص يعني، وده انا عارف ان دي مقبوله جدا، انا عارف ان دي مقبوله جدا، انا عارف المباراه بيبقى فيه عصبيه وانا متقبل الكلام دوت، لكن في حدود طبعا، لكن انا بقول ان ما فيش اي مشكله واجهناها لغايه دلوقتي، بل بالعكس من حيث الامن، من حيث الاخوه في تونس، من حيث حتى جماهير شفنا النجم الساحلي او حتى جماهير الترجي، احنا قعدنا اكتر من يوم بعد كده في تونس وشفنا، هي طبعا جماهير الترجي كان كتير زعلان منها، لكن كان كتير برضو الزعل ده بيقابله اشاده
في الفندق مننا، فانا بشكرهم، بقول دي كره قدم واحيانا بيبقى فيها عصبيه مقبوله، لكن الكلام اللي اتقال في المواقع دوت اعتقد انه برضه هو انت عارف كل مباراه كبيره بيبقى حواليها اثاره، ولابد يبقى حواليها اثاره يعني، بس مش اكتر من كده. اتفضل.